other countries say as well, England play with a lot. نحتاج إلى مستوى تماسك دفاعي صلب لإيقاف إبراهيموفيتش، لأنه إذا وصل في الوقت والمكان المناسبين يمكنه أن يلحق الضرر بأي فريق، لذلك كلنا يدرك خطورته، نشاهد أفلاما عنه، لذلك سنستعد بشكل جيد. جميعنا متفقون على أهمية كرة القدم، من النادر جدا أن أجد نفسي مدربا لفريق لا أكن له احتراما ولا أؤمن بقدرات لاعبيه. What is your reaction to this? They will be handed to you from either side of the room.